التواصل يستمر مشاهدينا الكرام، التحدي لا زال في هذه المنافسات والتحديات في قلب الحدث في المرموم. أسير بحضراتكم إلى مقدمة الشوط. بعد تقدمنا لانطلاقة ثالث الأشواط الخاص بالأبكار الثنائية في محفل كبير وملتقى أصيل في هذه اللقاءات، حيث تتم من خلالها عملية التنافس والتحدي. أول الأشواط المسائية ذهب للعاصفة وهجنها، ثاني الأشواط ذهب لهجن الشحانية مع الفائز، بينما نذهب في هذه اللحظات لنتابع ما يدور من منافسة بين هذه الأسماء المشرقة والأسماء الحاضرة. نتقدم، الشاهينية تتقدم في المركز الأول، تعود ملكيتها لهجن زعبيل بقيادة راشد بن محمد بن مروشد. في هذا اللقاء يصل مباشرة إلى الصدارة والمقدمة، بينما في المركز الثاني هذه أفراح بسمو شيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، يضمر افراح طارش بن مبارك بالقوبع، بينما الشاهينية تحتل المركز الثالث لهجن الرياسة، يتقدم من خلالها المضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، ومن الجانب الاخر ياتي شعار سمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم. هذه علاج، تعود عملية التضمير مع علاج والمتابعة سالم بن سعيد بن منانة المتحدي، حيث يقدم هذه الأسماء الرنانة في هذا اللقاء يا بن منانة. ننتقل إلى المركز الخامس، الشاهينية التابعة لهجن ند الشباب بقيادة سالم بن سعيد يصل يحتل المركز الرابع الخامس، والشاهينية لهجن العاصفة في سادس المراكز بقيادة غياث الهلالي. هذه ست المراكز، بينما نبحث عن المركز السابع لنتابع هملولة من هجر الرياسة تتقدم للمركز السابع، المضمر علي بن يميل الوهيبي، والمركز الثامن، المركز الثامن شعار هجن الشحانية الذي خطف شوط القعدان الرئيسي في هذه الأمسية مع الفايز ومع المضمر الصامل فاران بن قريع المري. ها هو أمامكم، ها هي مواري، مواري لهجن الشحانية وبقيادة فاران بن محمد بن قريع المري، بينما الشاهينية لهجن الرياسة تتدخل إلى المركز التاسع في هذه اللحظة بقيادة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. الشاهينية لهجن الرياسة أو لهجن العاصفة، ويأتي بالتضمير والتدريب هنا غياث الهلالي. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الأعزاء، هكذا كان اللقاء في توجه نحو هذا الشوط في منافساته وفي انطلاقاته، ولكن هنا من خلال هذه اللحظات والعودة إلى البداية، العودة إلى الصراع ما شاء الله والمقدمة، ولا يزال من خلال هذه اللحظات في هذا النزاع في هذا التحدي والإبداع بين هذه الأسماء بين هذه الشعارات، الكل يريد الانتصار بلا شك في هذا الملتقى، ولكن أعود إلى المقدمة، أعود إلى الصدارة. شوف البداية ما شاء الله، حصل تغيير على رأس هذا الشوط، علاج، علاج تتقدم، علاج إلى المركز الأول، علاج تعود ملكيتها لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، يأتي في عملية التضمير والتدريب سالم بن سعيد بن منانة، يقدم علاج في المركز الأول. المركز الثاني وصلت الشاهينية التابعة لهجن زعبيل، بينما في التضمير راشد بن محمد بن مروشد المركز الثالث. الآن نذهب مباشرة إلى هجن العاصفة والشاهينية، هنا في هذه اللحظة في الهجن العاصفة يضمر الشاهينية المضمر المتابع مشاهدي الكرام غياث الهلالي المركز الخامس أو الرابع. الشاهينية بشعار هجني ند الشبه المضمر سالم بن سعيد، لكن هنا انضمام من أفراح لقائمة المركز الخامس. هذه أفراح تعود ملكيتها لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، تزيدنا فرحة وابتهاج مع المضمر طارش بن مبارك بالقوبع. والمركز السادس نتابع هملولة لهجن الرياسة بقيادة الظافر علي بن جميل الوهيبي. الشاهينية في المركز الثامن أو المركز السادس في هذه اللحظات السابقة
الرابع تقدمت الشاهينية الهجنة الرياسة بقيادة حارب بن مغير العميمي العاصفة، ثامنا مع غياث الهلالي المركز التاسع كذلك العاصفة، والمركز العاشر هذه شواهين الهجن الرياسة وبقيادة محمد بن عتيج بن زيتون الاميري. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة مشاهدينا الكرام في انضمامها الى تحدي وانطلاقات هذه الاشواط بمنافساتها وانطلاقاتها وتحديها، لكن عودة الى علاج، لا زالت المسيطرة، لا زالت المتقدمة حتى هذه اللحظات. ها هي علاج امامكم تسيطر، تسطر اسمها بحروف من ذهب بالمركز الاول بناموس الشوط لاسم الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرها ويتابعها المتحدي سالم بن سعيد بن منانة. يا سلام يا المتحدي، وين ايامه، وين ايامه الزاخرة والذهبية، لابد من عودة للابطال في ميادين السباق. المركز الثاني هجني زعبيل، وهذه الشاهينية تحضر في هذا اللقاء بقيادة راشد بن محمد بن مروشد، بينما الهجن الرياسة حاضرة الشاهينية لهجن الرياسة في هذه اللحظات وانطلاقة هذه اللحظة إلى المركز الثالث مع المضمر حارب بن مغير العميمي تتواجد على المركز الثالث. هذه نتيجتنا للثلاثية اللي حاضرة في ملتقانا لهذا الشوط، في ملتقانا لهذا اليوم، بينما نشوف الثلاثية وبعد الثلاثية تتواجد هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. هذه الشاهينية حضرت على المركز الرابع، المركز الخامس أفراح لاسم الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرها طارش بن مبارك بالقوبة. المركز السادس الآن وصول من الشاهينية لهجن ند الشبة، المضمر غياث الهلالي أو العاصفة، العاصفة قادمة مع غياث الهلالي للمركز السادس. المركز السابع هجن الرياسة حضرت في هذه اللحظات وتعود ملكية هجن الرياسة هملولة، يضمرها علي بن جميل، كذلك هجن الشحانية، هجن الشحانية حاضرة بقيادة البرنسة جار الله بن محمد بن عقيل المري، في هذه اللحظات تتواجد وتواجه كذلك التحدي كبير من خلال هذه اللحظات. ها هي عروق قادمة إلى المركز الخامس، تقدمت سادس رابع، هذه الأسماء اللي حضرت وتواجدت في خضم هذه الأسواق، لكن نعود بحضراتكم إلى المقدمة مشاهدينا الأعزاء والأكارم في هذا اللقاء. نعود إلى الأولى، إلى الصدارة، إلى التقدم الرباعي أو الثلاثي على القائمة. الله، شوف الشاهينية غيرت، الشاهينية غيرت بشعار هجن الرياسة في المركز الأول مع المضمر حارب بن مغير العميمي، لا زال متصدر للمجموعة بعد أن خطف هذا التقدم والمركز الأول تقريبا عند زاوية الانحناء الأخير. المركز الثاني شاهينية الهجن زعبيل لا زالت في المركز الثاني منذ البداية حتى هذه اللحظات، بينما مضمرها راشد محمد بن مروشد. المركز الثالث علاج مع المتحدي، هذه علاج لاسم الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، يضمر ويتابع علاج المضمر سالم بن سعيد بن منانة. هذه النتيجة حتى هذه اللحظات، 1200 على خط النهاية، 1200 ما شاء الله على مقدمة الشوط، لكن وين أجواء الشوط؟ هل هي شحانية أم هي رياسية أم لزعبيل؟ هذا الكلام الأخير، هذا الكلام الخطير، لا زالت الشاهينية تذهب بخطر الشوط، الشاهينية لزعبيل كذلك في المشاركة، مستانسات الثنتين، تقدم الثنتين، المتألق يتابع الشاهينية لزعبيل، هنا كذلك المضمر المحارب حارب بن مغير العميمي، لكن شوف علاج قادمة، علاج قادمة وعروق قادمة لهجن الشحانية بقيادة جار الله بن محمد بن عقيل المري، تحرك بن مروشد مع هجن زعبيل، طارت وتقدمت الشاهينية
بشعار هجن زعبيل إلى المركز الأول، إلى المركز الأول في هذا المستطيل، في هذا الدرب الطويل. هذه هجن زعبيل تقدمت، راحت إلى الانتصار بالمركز الأول ما شاء الله. الشاهنية لهجن زعبيل، الشاهنية للرياسة قادمة، الشاهنية للرياسة كذلك قادمة مع المجازف وكذلك مع حارب بن مغير. لكن زعبيل، لكن زعبيل عزمت انها تطير، عزمت انها تطير. بالتحية والسلام الى اهل زعبيل، الى سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مالك هجن زعبيل. تهانينا يا ابو سعيد على هذا الفوز والانتصار، تهانينا يا ابو سعيد على هذا الناموس المستحق لهجن زعبيل، لهجن زعبيل التي سجلت من اول ظهور لها اسمها بحروف ذهبية مع هذه المؤسسات العملاقة العملاقة. هجن زعبيل مع المتألق راشد بن محمد بن مروشد تخطف هذا الشوط. ها هي الشاهينية المركز الثاني، ايضا الشاهينية الهجن، الرياسة حلت المركز الثاني، المركز الثالث الشاهينية الهجن، الرياسة المركز الرابع الشاهينية لهجن الرياسة، والمركز الخامس عروق لهجن الشحانية. هكذا كانت النتيجة، هكذا هو الملتقى، هكذا هو التحدي والتنافس بين هذه الشعارات. لكن نعود إلى المقدمة والصدارة والمركز الأول ما شاء الله. الشاهينية لهجن زعبيل خططت وانتزعت الناموس ب 12 دقيقة 13 ثانية، أربعة أجزاء من الثانية، لتتفوق على نظيراتها في هذا الشوط وتنتزع الناموس لهجن زعبيل بالمقدمة مع المتألق راشد بن محمد بن مروشد. 12 دقيقة 14 ثانية، خمسة أجزاء من الثانية هي الشاهينية لهجن الرياسة وبقيادة محمد بعتيج وزيتون المهيري. تهانينا وناموس. بينما اللي حلت في المركز الثالث كانت شواهين لهجن الرياسة وبقيادة حارب بن مغير العميمي. 12 دقيقة 18 ثانية وثمان أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.